واضح ان في انا مشكله. طبعا في مشكله، لان هم فعلا مختلفين. وده دايما بقوله من علم الارقام، بيفسر لنا حته انه ليه الناس المولوده في نفس البرج. طبعا مش كلهم نسخه واحده من بعض، لان رقم اليوم بيفرق. عشان بيفرق كده زي ما انت قلتي. انا دايما بأؤكد انه عايزه رقم اليوم، لان ده هيديني مؤشر تاني. 21 ده رقم المشتري، وده بيخليها شخصية طموحة ومجتهدة جدا. لكن رقم 1 في ميلاد، وده بيخليه محب جدا للسيطرة، بيحب يمشي كلامه، رغم ان الجوزاء مش كلهم كده خالص يعني. بالعكس الجوزاء إلى حد ما ديمقراطيين. لكن رقم 1 لا، هو عايز أولا يكون نمرة 1، عايز اهتمام بيه قوي، وعايز قوانينه تتحط وهي دي تبقى الأساس عنده اللي تمشي عليها. هو شخص منظم وشايف ان نظامه لازم يتبع. المشكلة ان انا بحب اقول لهم دايما اللي عندهم رقم 1 انه اوكي، ممكن نظامك يكون مناسب جدا بالنسبة لك، لكن مش مناسب لشخص اخر. يعني يا ريت يكون بيسمعني، او هي بقى توصل له توصل انه بس بلا بقى.